وهذا يجي واحد كهذا الشيء الدور كذا اللي يرده دور الشباب. تعريف الشباب لما كان علماء أي قيحين واحد هذا وحي أفرط كير وحلوي اعتبارين وشباب يا مشاب يعني. مركا الشيخ حنبل وحرت أنا أقول شابان. الشيخ علي لا وحر ونسق أبو كده ذي يسق واحد الشيخ متى الشيخ أبو طلحة واحد شيء على مركا. إن كلمة دي تسد دق دقة أي أد صارت وحالك أمضة خاصة قلني يرد إلهي سبحانه وتعالى شيء كذا وابي نصو قابي وحي نغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إلى هاي حال أي أمدك أكتهاي أما أجوكتو أما أي حال سارن أمد إلى هاي مبدل إلهي ويبدلن حال الدودة. وحال هل كان دو حيسا إن الله لا يغير ما بقوم إلى هاي حالة أي أمدك سغنتي مبدلو سواء كان صالحا أم طالحا حال الدى إلهي سبحانه وتعالى مو شيء نوعي تهي هذه النعمة أي تهي هذه خير أي تهي هذه برواقة أي تهي هذه النبض أي تهي إلهي سبحانه وتعالى حالك ومدى مبدل إلا أيق النعمة أي برواقة أي خيرك أي أمنك أي سلامة أيق الدينة إلهي كما تقول القاضي النعمة إن الله لا يغير ما بقوم هذه أمد أمد فاسدة أي تهي عاصية أي تهي بعيدا من عن أمر الله سبحانه وتعالى وعن أوامره أجمعين أو ميل خمري إيا قبرحن إيا تلالوش إيا الدنبي إيا بان إيا معاصد هذه أمد سيدة كسو قنتان إلى هاي حالك أمد ما بدل إلا يأيقوا أي دونان يسبدلان لبضا قرب إلهي ما بدل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم خير يشر لبضا مدبا وحال الدنيا مركا إنا نوغان عنصر كتبديل كيا كينا بدلات من لبدلي كرحال كأمضة من خير إلى الشر أو من شر إلى الخير يا كيني كرا يا غليا وهي علماء كل ود علماء النفس قال يا مسلم مركا يسوتين وحي كوهيشين عدة وح بدلي كرتا وغليا يرضى لذلك ما كان لقي ما دع عن أمديه رأي قرميه رأي وحين كذا حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه يلي أنا قدينتي أن كاني إن اللي يرد إجا حمبرت بنو قرية أضيعشنا الدين تغييره حكيمي صحابة يري كم يبن كوا وينا إلهي سبحانه وتعالى دب نوع علي أمم كتاب نوسد جود أخرية كتابك كتابنا قصوين كقرب الوسوع العليا نبي موسى قصديس بقول يدور يتضبط قرب الوسوع العليا يعني بقول يتضبط نور دوبا الوسوع العليا وايو لعظة وعبر السين وقفة إذا سين وأين وحكفة منه ما هاي عرفت أنا فهم منين قصة بني إسرائيل لكن وحنا لو قلت هذا وإلى هاي قلت هذا سبحانه وتعالى ورق السود هذا أخرسنا كل عبرة قاتة كل عدة قاتة فهم مركة إسكا إلى لي وحي بني إسرائيل كل عين كما أقاد إنه إلهي سبحانه وتعالى أي هكا إذن هكيا قصوه قال قرآن قصوه شيء وحا كم ذا ننقل يراه وأمديسو أي وضا قال أي تهي كالي قبك أشهادنا أبيه واقا أذيركي واقا طول كيسو وضا قالو إلهي سبحانه وتعالى وحسيني كذا اللي يرضى حكمة والنبي إبراهيم مركو يرى نبي إبراهيم تلكو وتوير تلكي بوير وريارا صنمدنا عابدان وسجودان أباهي باسمية أباهي أيها سمية ما يبي له دين وإلهي والوالد أن تصيانا حب التريم بويري فجعلهم جذادا إلا كبيرا إلهي سبحانه وتعالى وهو ذو بربري سلامتي وده بربوري فاش كو قرعين و اسره غانت ما قورت او غلي سنك او بوينا وي سو نقدي وحنا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه من الظنك وحان سمي وايو وحي كو جوابين ان سمي وحي جرا وحن مقلفتا يذكرهم يقال لهم ابراهيم نبل يرى وارمهن قدينتك هضليا اسبدل كهضليا
سنمضي إن أنا وحبتني كهالليا نك للي يرضى عيان وما قلبي ده قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون وبنك إنك هنا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ورمضى سأل قري قال بل فعل يا سمي يبولي تكوبوين بول أبو هذا نك الكلام ده حوين بس سمي يبولي مراحل التفكير كولا صوم مري ومراحل عجيبة سدو أمدي سترتيبت وأمري أنت حتى مرحلة ده اللي قال هو مرحلة عجيبة بنيار أيها قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم كم أول بوحينا لو حكمي ودين تاني إن برتي إن سورة الكهف أخرنه سورة الكهف صدح ذاك أما قصوينك كتير تأوه الرئيسة وحا كتير لنيارا لنيارا لقو بالعبايا إذا أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ولنيارا لنيارا لقو بالعبا إلهي وحي كوصفي لنيارا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا يعني بل يرى إلهي وكسف أين عين فدير ير أو إيمان له ملك إلهي آمنين وإلهي إيمانك الزيادة سبحانه وتعالى نبي موسى ملك لقى حد لي نبي موسى عليه الصلاة والسلام ملك لقى حد لي إلهي وحيلي ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين نبي موسى نبي إبراهيم ركيب نبي يوسف ركيب لقى حد لي انت إن لك آتيناه حكما وعلما وحن جعله مركا إن عناصر التغيير كسو قنانة ذو والأمد إن وينو أرقنا عينك تهي باب إن وينو أرقنا وينو تابط بلن بلكين يبي هوف كين وينو تابط ميل ولن تشوغبا ميل ولن تغبا إلما يرى الصوماليد أياك سوچيدا dadka qurbaha u soo ka halgana oo soo socdo dhageysta meel wala chel wala tactic north america chel wala tactic degmo wala tactic number 1 ku juveniles wa somali youth wa dhalinyarada soomaaliyeed albay hofka iyo balanbalka eega meel wala weynu meel wala weynu ka dhacaan من لون كدان كو او غدرني ان صاحبنا يوم مدو صوم مسلمين وحي يري او جيل كتغا وحي يري جيل ولان تغا هورتا بقول كي بتو دبات و دنياردي الصوماليات كو لكن وان فرحا بو يوم حد كو فرحا دابان يري وحي يري مركان كا صومالي انو قران كا غرانيان غرانيا بو يري انو قران كا او غرانيا ايانا امنسني بو يري مركا انت يران سو كينو إيمان بانو قد إيقا بولا وإلمها الصوماليات وقرآن كي يقانا قرآن كي قرآن يحدنا چيل بكو چرا دراسات كان لغو سمية حالات دا مسلمين تا خاصة تصدع جروب خاصة إيران تا يا أفغانستاني أفغانستان كا إيو الصومالي دا صدع دا جروب لغو سمية وحالا سوء أغادي دراسات لغو سمية 2014 2017 2018 انت بوا لغسمية الدراسة وحالة الوار مينو لبوا حالة اللي هي The fastest growing religion wa Islam دين تقو تر ما تران كبادان واسو ما إسلام كبا اللي هي وارمسا كبحد الدين تن إمسانا صوغشا محاو ملاينا سا وحيكو قياسين مركا اي بربر ديگان تي كريستانتين كريستانتين مركا وحي لادين 2014 كي وحا كبحي 23% با كبحي دين تودا كريستيانتي وحا كبحي بقول كي بصدح يا لبات وحا وصو هيدا سو غلا او سو نقدي بقول كي بلح 6% كواس و دمات سو وحا ولو يمك لو يمين سو مسلمين تي مسلمين تا امسا كبحدا با لي دين تا بقول كي با وحا سو غلا هورتا اريد انكو بشارينيا صدح يا لبات بقول كي با صدح يلا باتبا صوغلا بقول كيما وحا كبحة مسلمين تدين تا وحا كبحة صدح يلا باتبا
بقول كيبا أخرجت استرس كدونا جوجل قرية 2014 كي عررت مسلمين تيوث كولي بعد اللي يرده بقول كيبا صدح يلا باتن بك بحياة 2014 كي ويكو عليا 2017 كي بيكو بلابين وحكى بحي بقول كيبا أفر يلا باتن يعني وحن وجه إن هذي مجالدا طبعاً كن أي دقيقين والربع ربع ما بحية سند والبا وحكب حد دينت بقول كيبا أفر يلا باتن percent ومصيبة وحقوه الرئيس هو إيران تايدي شيئا وحقوه حقا باكستان أفغانستان انت صومالي ده صومالي ده عرفت انه وحكا قوة حية شك سفر عنه قال لي أنا جاي دعاء كلو أنه إنجليز كم مرة إنجليز كم لغو تلا قال لي وحنو كسر محاضرين تدوب متدوب مقالو وحال يسقو يمي وحنو تجني تدوب يتوب مركزنا وانو تجني تانو قرا سانو الضوافر تانو قرا نكهد إني وحوي وعرفت أن الشك وقال لي عن كيف إنه الشك الدين توقع صار حنيدين شيء جيّا kuwan gaalooba ee diinta ka sii baxaya kuwa ka maqashaan CNN ama BBC ga London media is galgalinaya ma aha kuwa Canada ka dhageysataan CNN ama Fox News ee istoogtoganaya ma aha kuwa diinta ka baxaya waa caruur markii hore masaajid lagu soo koriyay marlabaadkiina jaamacado la galiyay intii jaamacadda nukhbaddii ugu wanaagsan jaamacadda ka soo baxday ayaa gaalowday kii wax dilaya muu gaaloobin kii tuugaha muu gaaloobin kii khamri caafimaad muu gaaloobin kii xumaaday si kale u xumaaday muu gaaloobin kii gaaloobay wuxuu noqday inankan iyo inantan jaamacadda galay waxaan u baahanay marka ya ayuha shabaab ya macshara shabaab dhalinyaroy fadhi inoo muu hadhin فردي إنه مو هارين ويا أمتي أمت أمة الإسلامية وحال لغوها يا دجال أن لو سحنين هل يهبين هذه نقطة السوشيال ميديا هذه نقطة تي في هذه نقطة موفيز هذه نقطة إيجوكيشن سيستم كتشامع ضها وحال لو شيء وحال هذا سكولاريزم كونفيش بعرفت اللي هو بيعرف انت عينو بلان بركا يا بيخوف كاس انتانو ان ولا قبسن وحن ابا هن ان نل نيمادنو عناصر التغيير عاكمين وحن بدلي كرا كو وحن كو هشين عيد وحن بدلي كرتا ورد لن يرو لن يرو وحن بدلي كرتا اضياش وحن كو سعودا مبدأ انا وجدنا اباءنا على امة ابا ياش وحبانو كرد حلي sidaasaanu ku soconaynaa ayaga diintooda iyo islaamkooda iyo mabda'oodu wuxuu xidhiyay maasha Allah tabaarakal cidda lumaysa ee baabada ee bay hoofta waa dhalinyarada waxaan u baahanahay marka kow inay laga helo dhalinyaro in laga helo caziima caziima waa nin mowqif waa nin diyaaratan mowqif وإذا عزمت إلى وحي سبحانه وتعالى مركز النبي محمد مركز قرار قال فتوكل على مركز دقاتي waxaan idiin sheegayaa marka qof aan tukadani caasimad ma leh qof aan kitaab ilaahay akhrisan caasimad ma leh inaan isku mashquulisay makeup iyo lady race la soo saaro isku sawiray hodan caadi iyo wax ismaga la baxaysa caasimad ma leh mana caasimad caasimada waxa leh qof ilaahay subxaanahu wa ta'aala isu soo taagay oo hadaf ya shay ودنيا إنو ميل قارو ابن عباس رضي الله عنه أي مركو نبي قرد انتي أصغى المية رسدي شربوها مركو نبي قرد انتي صلى الله عليه وسلم إنم بوكوية لمركة أي صاحبي هين والصحابة دي نبي قوي بوحاني أي نوع علم كفا إذا سنة إنا كان وحيو إياك عدد سنة المية ربات وحا شوق أبو بكر يا عمر يا عثماني يا كذا كيسنا يقول ده يا كذا كيسنا يا
ninkaas dawadu iska maray, wariiq buu iska maray, Cabdullaahi ibnu Cabbaasna caziimad buu la yimid. Wuxuu waxaan ka baranayaa cilmiga Abu Bakar iyo Cumar iyo Cuhmaan iyo Cali iyo inta joogta, waan ka baranayaa Aba Darda iyo Aba kulli waan wada xafiday waxay ahayaanba. Ninkii ibnu Cabbaas wariiqa ka maray ee diiday inuu wax la barto ayaa soo galay masaajidkii nebiga sallallahu calayhi wasallam, oo sidaa u taagtaagantiina u buuxdaan u buuxa. Ibnu Cabbaas sharaf kula waarina mareen wuxuu wada baranne saxaabadii way nooshay imikeen ka gaarsiinayna mari wuu diiday masaajidku soo galay mise halkaasaa la taagan yahay wariyaan meesha maxaa jira buu yidhi waxaan waxa hadlaya sheekh baa hadlaya oo waa kuma waa ibnu Cabbaas buu tollaay buu haddaan maalintii maqli lahaa halkaa u gaadhaan gaari lahaa maanta caziima qofka aan mowqif caziimad lahayn ma jirto ma jiro meel gaari maayo waxaa xadiid fi saxiix albukhaari laga soo wariyay nebiga sallallahu calayhi wasallam ninkii la oran jiray anas bin nadr nin saxaabiya ayaa maalintii laga soo noqday macrakat albadr macrakat badr markii laga soo noqday oo dumarku mashxaradayaan saxaabadii ay heesayaan radiyallahu canhum ummaddu ay wada faraxsan tahay oo masaajidkii laysku soo wada shubay ayuu isagoo murugaysan uu soo galay masaajidkii war maxaa dhacay nebigu intu hor farsi bui yaa rasuul allah maalintii kuugu horeysad caaday aad is hor taagtay ayaan kaa maqnaa tollaay buu ihi wallahi hadday ilaahay ii ogolaado maalinta dambeaad cadowgaaga is hor taagaysid waan ku garab taaganahay wuu sugay ilaahay buu bari jiray ilaahayow cadowgii nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam macrakat uxud baa timi macrakat uxud sacad bin mucaad wuxuu yidhi markii ninkii la keenay isagoo la dilay oo 80 nabar lagu dhuftay oo la googooyey waxay tala garan waayey walaashii baa garatay oo ku garatay meel uu ku lahaa calaamad faru calaamad ku lahaa sacad bin mucaad baa intuu nebiga sagtay wuxuu yaa rasuul allah ninkan waxaan kula kulmay isagoo cadowga ku sii socda war xagaad ku socotaa baan ku odhiya ya anas qaala yaa mucaad yaa sacad innii la ajidu riixa aljanna haahuna urti jannada halka baan ka urinaya sidaasuu ku socday saasuu ku dhintay caziimad buu la yimid su qofka doonaya inuu wax bedelo waa inuu caziimad la yimaadaa talabaad haddaynu doonayna inuu wax bedelo waa inuu la nimaadnaa han weyn waxaan carabta hado waxaashismo culuw alhima han weyn waa la nimaadnaa maha inaad tiraahdid turkigaan tagay shahaadadi baan soo qaatay waan sii tallaabaya ha maaha taasi waa nacasnimo taasi waa nacasnimo wuxuu ilaahay kaa abuuray qaaradaha adduunka ta ugu qanisan afrikaya ka qanisan caddaanka oo dhani afrikay qabsadeen maxay kasoo doonen afrika hadday afrika gaajo tahay ilaa ya imika mar waran afrika tegay sanadka sanadkii soo dhaafay 3 goor baan afrika tegay tayaarad waran fura waxaa ka buuxda rag cad iyo chinese war waxay ku socotaan afrikaan ku socona idinkuna waa inkanu ka soo qaxayna afrika waxaa loo baahan yahay culuw alhima culuw alhima waa maxay waa inaad tahdid ummadayda iyo dadkayga iyo dalkayga iyo diintayda ayaan wax u qabanaya inaad tiraahdid dadkii halkaa joogay ayaan wax u qabanaya halkaasaan wax ugu qabanaya halkay joogaan ayaan wax ugu qabanaya waxaynu ka baranay nebiga sallallahu calayhi wasallam inaanu qofku meelahan yaryar ee dhowdhow inaanu ku soo qajaamina inuu meel sare hiigsado waayo nebigu sallallahu calayhi wasallam muxuu yidhi wuxuu war haddii ay ilaahay jannada weydiisataan ha weydiisanina janna caadiya waxaa wata alfirdaws alaclaa ha odhanin ilaahu janno igee ha odhanin nebigii baa kule ha odhanin ilaahayow ahl janna iga dhig laakiin waxa ilaahay ahl alfirdaws alaclaa iga dhig waayo buu sallallahu calayhi wasallam halkay ka soo durduran webiyada jannadu waa firdowso buu yidhi saqafkeedu waa carshi raxmaan buu yidhi waa meesha waana awsad aljanaan weeye waaba centerka jannooyinka nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ina baray ham cizzi waxaan la yidhahdaa culuw walhima uu ina baray aadaanka muxuu kugu yidhi sallallahu calayhi wasallam saxiix albukhaari muxuu kugu yidhi aadaanka war markaad maqashaan muadinka hadalka ka daba celiya buu yidhi markuu aadaanka dhammayna waxda allahuma rabbi hadihi dacwati taama wasalaati alqaaima aati muxamedan alwasiilata walfadiila wabcathu
ابعثوا وحول ميشن أنا كنت دودي يا أبوي لي ومن أضم قرآن لو قتل قري الوسيلة والفضيلة يا مقام المحمود يا النبي محمد هو يدي سنة وحول أضم قرآن له قتل قري لا بقى أضم لقمة لجلين إبراهيم يا النبي محمد لقمة لجلين لا بقى ميدون بقى قاضنا يا عيسى يوم موصل لكم وتلقى لمدن بان قادنا يا وحول النبي صلى الله عليه وسلم وربورا المر ولا اذان كما قشان كل عليا انت وحان اله كرشينا انو نقضى الضونك وسيلة والفضيلة هلية محوك تصيا اصدق اول العزم والنبي ابراهيم يا النبي نوح يا النبي موسى يا النبي عيسى يا اسوا مين ودا تاغي لها انت او دورتي ايو ليه شنتا لا دورتي ايان هي الدنيا ايان هدنا الدنيا نمبر 1 اسي نقضى اياك وحوية علو الهم وإن هيك ستا ميل سري ما حميلا يريدو باسابور يوروبيان دون يايو باسابور وان وان روفا يوان طلابا يايو ينو وحن كو خماريا كليه يو ليبيان حدود كغرد وحاس وان نعسنمو واس نعسنمو واف وان نعسنمو علو الهم معها علو الهم وحوية وإن ميل سري هيك ستا أتراجد أمد دايدا ساسلا حقوق بنا يهالكا تكلم لك عن الدين شيء جيّ وحويه يعني كسر جنانة ديا، حكسر جنانة ديا ولا لا يعني علو الهمة مية لم كرتيد، هذا كان واقع عاجة دراسة ديني، عزيمة مية لم كرتيد، هذا كان واقع عاجة دراسة ديني، ميل ما قاعد كرتيد، هذا كان حقيقة ده واقع عاجة أن أجين. لأن يرد بي سوق النقطة هكا ودا بوحدان فيسبوك ما شاء الله تبارك الله هلا قبل وحا يمكن ميل بالا سوق ميل بالا بابا نوفر ميك على رضا تيك تاك سمعت ما قال تيك تاك تيك تاك وعصب وحصب تيك تاك وفي فيو سكندز انت هبل ينير مدوغ او سو عبد سو هلكا سو تاك وديابس وديابس والله انت انا يرو الصوماليه هكا رفنايا ودوني انو دانسو واد يابسا تيك تاك وادون كلا فيسبوك ايو سناب شات كيو تويتر سكي ايو وحا وا لاغا دافا امك وا لاغا بخاي تيك تاك با جيره امك ومدي بو وحنو هيسنا ماركا تيك تاك تاقدر بينو فراني او خياله تاقد سينو ادون كلا ايينو همينا أدون كلا أيين كتيرة واقعيننا وين كهوردنا واقع وحوي ومواقع الصوماليات وندين شيعية أنت ونكسن بندين شيعية واقع وحو واقع كلا وحوي يهرطة ميل والله أنت الشيخ مصطفى نوريسا الشيخ علي نوريسا أفريقيا نمر ساوث أفريقيا كينيا إن محايدة إن محايدة يوغندا ميل والله من أفريقيا مرة مساجد والبا وحكسي شيء ذا إنا يرى صوماليات مساجد والبا وحكسي شيء ذا إنا يرى صومال القرآن كأخرية وضفك تكينية مركو صوت شيء استو أنكر هذا والله إلهك وبركة رفعت رؤوسنا من المسجد قال ومن ونعكسنا أيات قال أي وحي يقول شو هذا كان أتقى الله هو سعيد راجع وبس لك أصوره هرتا فيسبوك عشان يقول دوم أنا هاي هاي واي حكم القوى وانو يلا وحو كحكسيه دو نينك محراب كسي جيري كان دا عينك وانو غاره تنك السوق اي سوق الصور ديو كان دا عينك وانو غلا ايا هو حكته لكن حقيقه هديت اكيد مسابقات العالميه مسابقات القران تقدر قبطه تي قبطه إن إمارات كو قبطو ميل والبا إنا يرى الصوماليات أيا صوفا ليا نين بانو شاكي سنني أنو ودا دل صاحبنا رضا كيشكي وحرات انزاني وحسوي ما دا حفلة ختم القرآن كما مسابقة القرآن لحدا كن أوقف أيا قروك الصوت هكا وحولي السند والبا صوب صومالي ما وحولي السند وحما قاتا إنا يرى الصوماليات أهمص ونعمه مركن الله الشيء رأيه تذكر كذا في إنجليز أن قوة هذا الله نمي لها كون محاضرينه مد والبو حقيرة وحرده شعب الصومال شعب القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن
شعب الصومال ضدك الصوماليات وضدك أهل القرآن كا يربورن والصومالي بتكيسة مريكان كا كندا مال والبا الصومالي إلى أهل القرآن واقعين وكا لكن هم يقولون ماها إن إنه الدين تاني إنه حمبار صنعي إن إنه إنكو ومضى وحكو ترى القرى وحوية لكن هم يقولون ورعن كان يربو قرا تعرض إنه كسر قرينه أينو كان صرقرينو واقع وحوية وحد كنا شاهي أفريقيا أفريقيا هو مش هو غني سن الدوكة مركز لعبه هني كاش كينا يا أنا هذا كسر جون أنا ده بس حلا سا تيجي قدام بيسي هن كاش كينا يا إن الصومال دو إنجليزي كيمي و 2013 إن كاش إنجليزي كيمي إنجليزي وحوطة عربوطة شرعي إنجليزكو هايستا شير المهايستا كيني أنسكو هنمي ورمحات صدونت وحيو لي عرورتي أيا نبقي عرورتي أيا نبقي عرورتي محاذ قبقي وحيو لي عرورتي واليقى فردامية واليقى دوفصدي واليقى كحايستي دين مو مهايو هذا وحيو كتوغا إنجليزكا إنجليزكا ميلو بمساجد وكيالا كان هذا دون نوع إمام هو برور دي الله عيهوا كان هذا نظامكم المها معضل حق أمله وأنا وش أقول الصومالي ذو حنا كان هذا رج حقوق مرت ماله ما نملك كفتم يا رج ساوث أفريقيا وحن كولي حقوق ذو أفر كان هذا حقوق ذو أفر حقه وهو الرجال قبض عليه قبض دمر باله أسوق حين دمر وجو جيم كمان ونوجه هيك سلامت ما شاء الله جلبابك عبايد السيد مركز يكسو الدكتور تورنتو أيها العبايد اللي بدو حرامسا ما كسر دور بره سير رضاعه سويته قرقر حنسا هذا هو بقاري ربي سوق هذا نسا حق يدي بدونه نسا حق قاري وسيا كي لا هما حق وحلا وجهر يوضو مرك كو حق الله بعد عرورته عليه عرورته وين حنانيا لكن وين فساديا نظام كو فساديا حق الصدحات نيا عليه أيده يضو فارضه يوم بصدح عليه حق أفرادنا الرجع عليه حق أفراد رجع له هذو اللي بحط لك روينكم وشيء ذا مركا وحكتي ما دين كان كل ورهاله بحول ونصو بحصدي سنة كيل لباب بنخل نقضي أفريقيا شخو ونكسب أبو هيا سنة كيل صدحات بنخل نقضي بيزنس بفورتي سنة كيل أفراد بنخل نقضي وابا مليونير ينك ما كان سوي سؤال بحولي سي الصومالي قال وكذا قال يو وحرفنا عليه الصومالي ده محيوك سوق حيسة أفريقيا محيوك سوق حيسة ودن كودي بلا هاي نعمدي ونعمدي ودن كودي بلا خيرات الدنيا والآخرة وسيا واي وحنو بحنا أمريكا إن إنه النظرية ده بدله قف وال أو ودن كم ودن كم حكوب برتاي أما يربح حكوب برتاي هم في سوا إنه النقطة هدف في سوا النقطة إنه النقطة ودن كي واحتره تكلم شرته هل كان أنكسو جنانة ذي وحر لله والقدر بالله يبي إذكر عليه هذا وأنا كحميتا حقيقة أنا كحمينا لدينا هذا سومالي ذو أيق أهل القرآن ودد وناكسا أه وحيا بين كحون يمرك أن قربها أينو تقنو وأبها أينو واقع أينو تابني أينو بدلو وحيا بين كحون يوحى كمدة وحن نهي ضد مسوق ماسق جعل سو ما يقول رأسنت انت ضد مسوق ماسق جعل دعت بين ضد بين لسو دقينا عين كاسو والنظام يقانا وحن برنا لالوش كينو برنا شرده وحن مودا لالوش كينو ليقنا لح عراره نبي صلى الله عليه وسلم وحي للشيطان كابن آدم ليقي سلح عراره إنك ملا وحن لح عراره لالوش شرط ميالو السعودي قال لالوش والله بري صومالي دي هل السعودي انتي كينيا لا روش والله براي أسكرتي أخلاقيات كي حمايور لن أيا أنت المساجد هذا كتير تموي يعني أنت هذا كلا فافسا وحلاه مركا إما كودن كانوا كلا وودن عجيبة تركي جوا ودن عجيبة وين صور دويي وين نوع هالجمي وين عاوية وصراحة يعني قارح يقدم بيك الدعي وحكم جرس وقبصة حكم قبته وأركتن سدوس كان جرب تاجي وحال
waxaasoo dhan waxaa fasaadin kara akhlaaq xumadeenna, akhlaaq xumadeenna. Waxaan tegay maleesiyaan tegay maleesiya, waxaa lay sheegay jaamacadaha inay free wahaayeen soomaalida free. Wuxuu ka soo bilaabayaa first year ilaa iyo PhD-ga free baa lagu siinayay. Soomaalida waxay bilaabeen musuq maasuq, iyo isagoo gurigiisa iska fadhiya ayuu doonayaa inay jaamacaddu ay soo siiso shahaada jodha. Waxay iibiyaan drugs, xashiishadii. Maleesiyiinta iminka waxay taagan yihiin ilaahayow yaa soomaali idinka saara, ilaahayow yaa soomaali idinka saara. Tan aad joogtaan maanta, tan aad joogtaan ee Turkiga, sidaa laydin soo marxabaynayo, sidaa laydin soo dhaweynayo, sidaa laydin soo galbinayo, kii idinka dhaawacma la keenayo, kii buka la daweynayo, kii baahan la gacan qabanayo, berrito haddii ayna akhlaaqiyaadkeenna aynu hagaajin weyno oo muslim saxaynu loo arki waayo, wallahi waynala dareerinaya. Sacuudigana laga soo dareeriyey, Imaaraadkana laga soo dareeriyey, Qatar baana laga soo dareeriyey, Melbourne laga soo dareeriyey, wixii akhlaaq xun cidi ma rabto. Canada markaanu soo galay aanu waxaanu garanaya, waxaan garanayaa balino dhaadheer bay dawladdu siin jirtay dadka soo galay qaxoontiga iyo dadka danyarta ah. Waxaa ku badnaa dadkii la odhan jiray Jamaicanska ku badnaa. Islaanta Soomaaliyeed intay bilinka albaabkiisa istaagto ayay sugaysaa, marka halkaasa aqal lagaa siibay sugaysaa inuu qof yaroo Jamaican ka soo baxaya meesha. Hadday aragto Jamaican waxay odhanaysaa kan iga daayo meel kale igeeya. Soomaalidii baa lagu wareejiyey, dowladdii baa aragtay shacabka Soomaaliyeed intii soo gashay hore, dad nadiifa, dad maasha allah dumar, maasha allah uunsiga shita, bilinkii waa wada udgoon yahay tabaarakallah. Waxa wani dadkan Jamaicanka hala dareeriyo, Soomaaliha la soo xareeyo, Soomaali baa la soo xareeyey. Waxaa dhacday wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas. Jamaicanka cirkay gaadheen. Waxaan shaahid u ahaa Islaan Jamaicana oo bilinkiista hortaagtay bilin kale, oo aad eegaysa inay qof Soomaali ka soo daadegayo. Islaantii baan waxay ku tiri, markaa ninkii qofkii la socday social worker-kii, isdeera Soomaali si halkan Soomaali ma degan yihiin? Haa bay ku yidhahdeen. Arow ma dooniya bay tiri, meeshana dego, ma dooniyana dego. Waa dadkii ee inaka odhan jiray meel Jamaican joogo ma degayo, ma degayo, waayo caruurtii iminkana Jamaicankii baale meel Soomaali uu degan yahay ma degayo. Akhlaaqiyaadka waddankan, yaa cibaad Allah, yaa laydinka helin nidaam ku socda, baabuurta nidaam u wada, guryaha nidaam u kiraysta, sistemkan telefoonka, wax nidaamkan waddanka u yaala hala ixtiraamo. Musuq maasiq iyo in telefoon baan gubayaan qarxinaya iyo aqal baan kirasanayaan ka baxaya iyo kaar baan waxayaan laydinku arkay. Haddii waxaasi maanta idinku jiraan, iminka washaad idiina xilxidha, waayo waa laydinacayaa berrito, waana idinku ballan qaadayaata, waa laydinku ballan qaadaya. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan idinka rajaynayaa inana badbaadiyo. Ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga aqbalo wixii aynu ku dhawaaqnay. Wajazaakum allah khayr, wasalaamu calaykum waraxmatullah.